طيب احنا معانا كابتن حمدي الصافي المدير الفني للفريق الاول سيدات للكره الطايره بالنادي الاهلي. يا كابتن حمدي صباح الفل على حضرتك واهلا بيك معانا في 10 الصبح في الاهلي، ومبروك الانجازات الجميله اللي بتحصل في الفتره الاخيره دي. صباح الفل يا كريم، اهلا وسهلا، وصباح الفل عليكم وعلى قناه الاهلي وعلى جماهير الاهلي كلهم، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. كنا بنتكلم من شويه على تفصيله ان اكيد اي انجاز بيتحقق سواء على الصعيد المحلي او على الصعيد القاري او على الصعيد الدولي بطبيعه الحال ما بيجيش كده بشكل عشوائي، لازم يكون وراه خطه ممنهجه محطوطه وبلان معينه كل القائمين على المنظومه بيمشوا عليها. فعايزين نعرف من حضرتك يعني سر الخلطه اللي وصلنا للنجاحات الكتيره والكبيره اللي احنا بنتكلم عليها في الفتره الاخيره. الحمد لله، طبعا كل مقومات النجاح متوفره في النادي الاهلي الحقيقه من خلال اداره ناعمه جدا لفريق الكره الطايره سيدات في النادي الاهلي. تاريخ كبير للفريق الطايره في النادي الاهلي سواء على المستوى الافريقي والعربي والمحلي، سيطره شبه كامله يعني في بالذات في اخر 9 سنوات، بطولات كبيره. اداره النادي الاهلي طبعا حاسه بالفريق ده وشايفه ان هو فريق مميز، فبتدعمه بكل الطرق من خلال تدعيمات وتوفير كل الامكانيات وتعاقدات وتوفير امكانيات للعيبه واحسن اللعيبه للفريق. بالاضافه طبعا عندنا قاعده ناشئين مميزه كل فتره بتطلع علينا طبعا كذا بتنضم للفريق، والحقيقه يعني النادي مش مقصر مع الفريق يعني في التذكارات بتاعته. تمام. الصوت بيقطع شويه ولا ايه؟ كابتن حمدي بس طبعا صباح الخير على حضرتك، بس هو الصوت شويه بيقطع بس عشان حضرتك تبقى عارف. على كل حال انا عايزه اروح مع حضرتك برضو انا وكريم لنقطه مهمه اللي يمكن ندى دلوقتي اتكلمت معانا عنها، وهي بقى على الصعيد هنا المنتخب. لحضرتك برضو تفيدنا لو لديك معلومه، لو هتكلم على المنتخب هو ليه انا لا اعد المنتخب بتاعي بشكل يعني يليق علشان اقدر اقول ان انا عالميا شويه تصنيفي كويس، لان احنا حسب معلوماتنا برضو احنا في حته اعتقد بعيده جدا. لا، بالنسبه للمنتخب السيدات في مصر الحقيقه يعني ابتدى الاهتمام بيه مؤخرا، المفروض يبقى يتوفر له امكانيات كبيره، اعداد كويس جدا، تخطيط كويس الفتره الجايه، لان احنا الحقيقه على مستوى الافريقي بقى لنا فتره بعيد عن الرياضه الافريقيه، فمحتاجين ان احنا نرجع نسيطر تاني على افريقيا عشان نشارك في المحافل الدوليه. وبرضه حته الاهتمام ان الاختيارات اللعيبه تبقى احسن لعيبه واكثر لعيبه مميزه موجوده في مستوى مصر تبقى موجوده، الحاجات دي مهمه جدا عشان نقدر نحقق نتائج كويسه يعني. نتمنى. جميل. طيب احنا بنتكلم مع ندى عن اللي فات، عن البطولات اللي فاتت، عايزين نعرف من حضرتك بقى اللي جاي ان شاء الله واستعداداتكم لما هو قادم، بتستعدوا لايه الفتره دي؟ الحقيقه بس في الاول انا عاوز اسلم على ندى واشيد بيها، لعيبه مميزه جدا في مركز الليبرو في اخر 3 4 سنين تقريبا من احسن الليبروات في مصر وافريقيا، وبتقدم على النادي الاهلي اداء عالي جدا، ومنتظر منها الفتره الجايه كتير برضه ان شاء الله باذن الله يعني. بالنسبه للمستقبل طبعا احنا في النادي الاهلي عندنا مشاركات نهائيات الدوري والكاس وان شاء الله البطوله الافريقيه، فبنامل ان شاء الله ان احنا الفتره الجايه نستعد لها كويس قوي بحيث ان احنا نرجع تاني لبطولتنا المفضله البطوله الافريقيه باذن الله. جميل. موفقين يا رب ان شاء الله، وبرضو دعوه مفتوحه بقى لحضرتك تيجي تنورنا ان شاء الله بشخصك الكريم عشان نتكلم معاك في كل التفاصيل. ان شاء الله يشرفنا يا كابتن. شرفنا. ربنا يخليك يا فندم، ومره ثانيه مليون مبروك، وان شاء الله اللي جاي يكون اقوى كمان من اللي فات. كان معانا كابتن حمدي الصافي المدير الفني للفريق الاول سيدات للكره الطايره بالنادي الاهلي،